يرحم الله الإمام الفقيه الراسخ ابن حزم الذي ضعف كل أحاديث التنفير والتحريم والنهي عن الغناء، وأستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حسنه حسن وقبيحه قبيح. أنا أقول الطبل والدف من أدوات المطبخ أم من أدوات الموسيقى؟ من أدوات الموسيقى. جاء الإسلام وجد العرب يضربون الطبول وهي مواد موسيقية ملائمة لعصرهم، هل حرمها؟ لا. وجدهم يضربون الطبول والدفوف كما قلت، أقرهم عليه. إذن الإسلام يقر المعازف لأنها من أعراف الناس. وكان جعفر ابن أبي طالب وابن عبد الله يستمعون إلى المزامير، وكان الصدر الأول يستمعون إلى المزامير. الغناء حسنه حسن وقبيحه قبيح بيدور حول الأحكام الخمس، قد يكون واجبا في المناسبات الدينية كالحج والنصر والجهاد المشروع في سبيل الله، قد يكون مندوبا كما في الأعراس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الأفراح سأل السيدة عائشة رضي الله عنها: يا عائشة، ماذا صنعتم بالفتاة الأنصارية اليتيمة؟ قالوا: أهديناها لزوجها. قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، هلا بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، ولولا الحبة السمراء ما حلنا بواديكم، ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. أليس هذا غناء؟ والرسول علمه عائشة عن طريق الحكاية وليس عن طريق التأليف، لأن النبي معصوم عن قول الشعر لقول الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فالغناء والمعازف مباحة في حدود الآداب الشرعية.